شكراً. وها نحن نرى الرقم 27 مرسوماً على الاستاد وعلى أرض الاستاد بأجساد زهراتنا، وهو يعبر عن هذه الروح التي تحدث عنها السيد فلورانسيو كامبومانيس رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. أيها الحفل الكريم، تبدأ الآن مراسم رفع علم الأولمبياد، أولمبياد الشطرنج 27 دبي 86. And now the time come for hoisting the Olympiad flag, the 27th chess Olympiad Dubai 86. علم أولمبياد الشطرنج 27 في دبي. علم شعار الدورة كما تشاهدون، والرقم 27 بالحرف اللاتيني واضح عليه، مع الحلقات الأولمبية الخمسة بحراسة الشرطة العسكرية. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، لقد حلم كل عربي من المحيط إلى الخليج بمثل هذه اللحظة التي يرفع فيها علم أولمبي من على أرض دولة عربية عظيمة، وها هي هذه اللحظة حانت الآن، ونشاهد العلم في موضعه على السارية، وها هو يرفع من قبل السيد فلورنسيو كامبومانيس رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. سيبقى هذا العلم مرفوعا ومرفرفا حتى اليوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وهو يوم عظيم آخر من أيام دولتنا الفتية، فهو ذكرى عزيزة وغالية علينا جميعا. وها هو السيد كامبومانيس برفقة سعادة الشيخ بطي يعودان إلى المنصة بعد أن رفع علم الأولمبياد ليعلن انطلاقة هذه التظاهرة العظيمة. يبدأ الآن دخول الكورال. في هذه اللحظة يدخل الكورال، وهو مجموعة من شبابنا وشاباتنا، والآن أيها الحفل، وذلك استعدادا فلنستمع معا إلى تقديم أنشودة الأولمبياد دبي بعد قليل، وهي من تأليف الشاعر بعد عاشور،
أن يتوج بطل وبطلة العالم للشطرنج هنا في دبي. وهؤلاء من مدرسة الاتحاد الخاصة بدبي. عالم لملم شمله وهنا وحد حبه. And now let's listen to the song of the 27th Olympiad, Dubai 86, written by Arif Al-Khaja, music by Ibrahim Juma, instrumentation by Hamad Al-Nadi, singed by the chorale from the private Al-Ittihad school. And it starts with, to Dubai his heart long, accompanied all along by a world disunited so long, to reunite here in a love song. وردة 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 وردة
وهكذا أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات، استمعتم إلى أنشودة الأولمبياد من تأليف عارف الخاجة وتلحين إبراهيم جمعة وتوزيع حمادة نادي. والآن سنرى لوحة من لوحات التراث الشعبي وذلك بعد فقرة يبدأ طابور العرض حدثناكم عنها قبل قليل. وطبعا لن نستطيع أن نشاهد اللوحة الشعبية قبل خروج علم الإمارات العربية المتحدة يتقدم من المنطقة الخلفية مخترقا الصفوف إلى الأمام. And as you see the United Arab Emirates flag coming from the back of the stadium floor to the front. ها هو حامل علم دولة الإمارات العربية المتحدة يقود الطابور للخروج من الاستاد. بعد العلم نشاهد يخرج الآن شعار الإمارات العربية المتحدة. الصقر. And as you see, the huge falcon emblem of the United Arab Emirates is following the flag. ثم والآن شعار أولمبياد الشطرنج 27 دبي 86.
بدأ حملة أعلام الدول والوفود المشاركة بالخروج من الاستاد مع حملة اللافتات أيضا. فرق هذه الدول 109 سنشاهدهم ابتداء من بعد ظهر غد في 14 جولة حسب النظام السويسري. تبدأ الجولة في الساعة 3 بعد الظهر وتنتهي في الساعة 9. 6 ساعات يتبارز فيها 4 لاعبين من دولة مقابل 4 لاعبين من دولة أخرى. هذا لفريق الرجال. أما فرق النساء فيتبارين على أساس 3 لاعبات مقابل 3 لاعبات على رقعة من الشطرنج فيها 64 مربعا وفيها أو عليها 16 قطعة شطرنجية منها 8 جنود أما البقية فهي تمثل الملكة والملكة والوزيرين والحصانين والقلعتين. والفكرة ببساطة أن يضطر لاعبو فتيات المستقبل أحد المتنافسين على حصار ملك وحدة رائعة الخصم ولتشرق شمس الإمارات بحيث لا يبقى له مجال إلا أن يسلم بهزيمته. وطبعا هناك حركات ونقلات كثيرة واحتمالات أكثر. أصحاب سمو الشيوخ وهم مسرورون من هذا العرض وهذا السلام البريء الذي يظهر على وجوه زهراتنا وهن يغادرن استاد المنطقة العسكرية الوسطى بدبي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع يبادل زهراتنا التحية بابتسامة. أشعة الشمس تودع اليوم لتشرق من جديد غدا إن شاء الله على مركز دبي الشطرنج دبي التجاري حيث ستقام هناك مباريات. صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم راعي الحفلة. تشاهدون أيها الأخوات والأخوة في مؤخرة الصورة حملة كوكبة الأعلام وهم يغادرون الاستاد أيضا. وأود أن أذكر لكم بأن الدورة ستجري اعتمادا كما أسلفت على الأسلوب السويسري بحيث تلعب الفرق 14 جولة وفي كل جولة رابحة تسجل للاعب الواحد من الفريق نقطة واحدة بحيث يكون لدى الفريق الذي يفوز لاعبوه أربعتهم
يكون لهم 4 نقاط. أما إذا تعادل الفريقان فيعطى لكل دولة 0.5 نقطة فقط. وهكذا نجد أنه في نهاية الجولة الواحدة سيكون للفريق رصيد معين، وفي نهاية الجولات 14 يستطيع الفريق أن يحسب ما له وما عليه. صاحب السمو الشيخ حشر مكتوم المكتوم، أعلام الدول المشاركة، هذه الدول التي تنتظر بدء هذا الأولمبياد غدا بإذن الله. كان هذا العرض الذي قدمه لنا أجيال المستقبل، فماذا سيقدم لنا جيل الماضي؟ الفقرة الآن للوحة البحرية. جمعية الفنون الشعبية والتجديد بدبي تقدم هذه اللوحة البحرية التي تمثل رحلة الغوص. And now, display from sea tradition by the Public Arts and Rowing Association. Oh.
وهكذا أيها المشاهدون الكرام، كنا مع لحظات الغوص ورحلات الأجداد التي كانت تتم في مواسم معينة يعد لها إعدادا جيدا رغم بساطة المعدات المستخدمة في الرحلة. الجواب على هذا السؤال. And usually chess players think a lot before making a move. They are often moody, but let's see how would they make their moves if they used their sporty moves. كان الإعداد يتم لمثل هذه الرحلات قبل أشهر.
الآن نشاهد لوحة أخرى، وهذه المرة هي لوحة شطرنجية تلعب على رقعة شطرنجية شاهدتموها على أرض الملعب هنا على أرض الاستاد الكبير. هذه اللوحة الشطرنجية لا تلعب بالأحجار بل تلعب من قبل الناس، من قبل فريقين، فريق يرتدي الزي الأبيض اللون والفريق الآخر يرتدي زيا أسود اللون، ويمثل الفريقان قطع الشطرنج بلونيها الأبيض والأسود. وهذه اللوحة الشطرنجية سيقدمها فريق يمارس الرياضة اليابانية، وتمثل هذه اللوحة معركة ستحدث بين الفريقين الأبيض والأسود، نظرا لأن الفريق الأسود آت والشر في عيون كل فرد منه ويريد النزاع. سأترك لكم الميكروفون وأقدمه للزميل حسن الجندي المعلق الشطرنجي المعروف والصحفي ليعلق لكم على هذه اللوحة ويعطيكم فكرة عن معانيها. أخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استاد المنطقة العسكرية في دبي التي تشهد عرس الشطرنج في هذه اللحظات. The Evergreen. الجولة دائمة الجمال. جرت العام 1852 في برلين بين الألماني أدولف أندرسون وبين مواطنه جون دافرين، وقد أطلق على هذه الجولة لقب دائمة الجمال أول أبطال العالم في الشطرنج ويليام شتاينتز، وذلك نظرا لجمالها الدائم التجدد والخالد على مدى الأيام. وهذه الجولة تمثل الفروسية بكل ما في الفروسية من حيوية وقتالية وتضحية وإقدام. نرى رقعة الشطرنج المؤلفة من 64 خانة وعليها يتمثل الأحجار، أحجار الفريق الأبيض بالزي الأبيض والأحجار السوداء بالزي الأسود. وهنا ما زال التحدي قائما بين الفريقين، يستعرضان